الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، يقول المصنف: وعلم رحمك الله. وتكلمنا عن مثل هذه الألفاظ، وقلنا واعلم هذا أسلوب قرآن، ما هو الدليل عليه من الكتاب؟ قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رحمك الله، ماذا قلنا فيها؟ نعم، دعاء بالرحمة لطالب العلم ولمن أراد أن يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تلطف من هذا الإمام وهذا العالم بطلاب العلم وبالمسلمين، وهذا فيه فائدة، وهي التلطف أو أهمية التلطف بالمدعو في الدعوة، أهمية التلطف بالمدعو في الدعوة. عشان كده الشيخ العثيمين فرق بين إطلاق الحكم على المعين وبين دعوة هذا المعين إلى الإسلام أو إلى الحق. زول كافر نصراني لابس له صليب، هو كافر في حكم الشرع بالاتفاق، لا كما يقول الحركيون والحزبيون، يقول لك ده أخونا طبعا، وبس خلافه معانا ما بيؤمن بمحمد، ودي حاجة بسيطة، لكن بيؤمن بالله معانا سوا سوا. الما بيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا مؤمن بالله، صح ولا ما صح؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ. فده كافر، ما مؤمن بمحمد ده كافر، ومشكلته ما بسيطة، هو كافر كفر أكبر وخارج عن الإسلام، يكون مشكلته بسيطة كيف؟ فلا كما يقول هؤلاء، لكن الشيخ العثيمين يتكلم عن مسألة أخرى. إن ذول لقيته نصراني عليه واتفرست فيه إنه لو وريته الحق ممكن يقبل، هو كافر. قال لكن أنت ما جيت وقلت تعال يا كافر، أقعد يا كافر، أنا دار أدعوك يا كافر، كده ما بيقبل. وإن كان هو شنو يا جماعة، وإن كان هو كافر بالاتفاق، لا كما يقول الحركيون، هو كافر. فقال هنا أنت بتناديه، أقعد تقول له قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقشوا إنه عيسى ما الله، هو عبد لله عز وجل ورسول الله وعبد من عباد الله، تناقشوا بالحجة وبالبيان وبالأدلة، خلاص. لكن هنا ما بتقول له تعالى يا كافر وقعد يا كافر، مع إنه هو كافر. الفرق بين إطلاق الحكم وبين شنو يا جماعة؟ أسلوب الدعوة. فده نوع من التلطف الشرعي، الشرعي. كذلك يا جماعة التلطف مع إخوانك، تتلطف معاهم، هذول ما يكون عنيف مع إخوانه من أهل السنة ومن الموحدين، لأن الله عز وجل يقول في ذلك: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم لأهل الحق يعني. فلابد أن يكون اللين مع أهل شنو يا جماعة؟ مع أهل الحق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآن دي كثير من الناس بيجي يفهموها غلط لاستخدام الحزبيين الخطأ لها، داك بيشيلوها بينزلوها في محمد حسين يعقوب، داك مبتدع ما في اللي انت له، داك ما لهم، داك ما معانا، خلاص. اللي انت لهم لأهل الحق، يعني الضمير لهم راجع للحق، للصحابة اللي هم سادات أهل الحق، وكذلك يلحق بهم من صار على نهجهم. لكن ذول مبتدع اصلا، اخواني ولا صوفي ولا تبليغي،
ده الاصل معه الشده، تشيد معه بالذات اذا راس في البدعه وزول داعي لبدعته. السلف كان بيشدوا عليهم، وكان الامام الشافعي شديدا على اهل البدع، وكذلك ابن عباس، وكذلك غيره من الصحابه. زول ما يخلط ضفي ده كما خلط اهل الحزبيه. قال: واعلم رحمك الله ان الكلام في الرب تعالى محدث. نقول محدث ولا محدثا ولا محدث؟ الصح شنو يا جماعه؟ ولماذا الصح شنو ولماذا؟ الورينا الجواب صحيح وليه، ورينا السبب والتأويل، ده بيكون عنده جاهز ان شاء الله. ورا هناك الدكتور. ها؟ محدث بالضمة ليه؟ قال شنو؟ قال شنو؟ قال شنو؟ ما محدث بالضمة ليه؟ لأنه جات كده ولا في سبب؟ أو ظريفة كده ولا في سبب؟ أيوة يا محدث صبغتها صبغها في جاب في. قال محدث لأنه صبغتها حرف جر في. لا، في دي متعلقة بالرب، في الرب متعلقة بتعالى برضو في محل جر. لكن محدث ولا محدث ولا محدثا؟ طب شوف بالضمة ليه؟ خبر، خبر إن يا جماعة، خبر أن هناك الفلولة، أن الكلام في الرب تعالى محدث، واسمها وين؟ الكلام، الكلام. ها؟ جملة شبه الاسمية. شنو؟ كيف؟ جملة شبه الاسمية. لا، ال 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 اسم إن وين هنا؟ اسمها وين؟ الكلام، خلاص؟ ومحدث ده الخبر يا جماعة، خلاص؟ فالخبر لإن وخواتها بيكون شنو؟ بيكون مرفوع، واسمها شنو؟ منصوب. عكس كان وخوات، كان خواتها اسمها بيكون شنو؟ مرفوع، وخبرها بيكون شنو؟ منصوب، عكس بعض. طيب، قال أن الكلام في الرب تعالى، ليه قال أن ذاته؟ ليه ما قال إن؟ ودي أكثر الخطباء بيغلطوا فيها. إن وأن، بدين تكون إن بدين تكون أن، هنا ليه قال أن؟ قال: واعلم رحمك الله أن، أن ما قال إن، ليه؟ أيوه. طيب. نعم، الله يفتح عليك، لأنه جاءت بعد شنو يا جماعة؟ بعد العلم. لما تجي أن بعد العلم بتكون شنو؟ أن، بتكون مفتوحة فوق. ولكن لما تأتي بعد القول، لما تأتي بعد القول بتكون شنو؟ مكسورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابد تكون إن، لابد تكون شنو؟ إن. لكن لما تأتي بعد العلم بتكون شنو؟ منصوبة أن، إلا في حالات. من أبرز تلك الحالات إذا جاء بعد العلم لام التوكيد، وهي جاءت بعد العلم فهنا بتكون مكسورة إن، ما بتكون أن. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، كما في سورة الأنعام، خلاص. إنك لن تستطيع. بعد القول بدي مكسورة أصلا. طيب، قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة. والكلام المقصود هنا بأنه بدعة وأنه ضلالة وأنه محدث وأنه باطل وحرام، هو أن تصف الرب جل وعلا، أو تتصور كنهه، أو أن تصفه بغير دليل من الكتاب والسنة بالتصورات. قال بعض العلماء: ويدخل فيها أيضا الكلام في صفات الرب سبحانه وتعالى بتعطيل النصوص التي وردت في الصفات، أو بتحريفها، أو بتمثيلها، أو تكييفها، كما هو حال من؟ حال أهل البدع. وانقسم أهل البدع جميعا في الكلام في الرب إلى قسمين. القسم الأول المعطلة،
المعطلة. ومن أعظم رؤساء المعطلة في العالم الجهم ابن صفوان كما قال الشيخ ربيع حفظه الله، والجعد ابن درهم. وقد كفر السلف الصالح رؤوس هؤلاء المعطلة، فكفروا الجهم ابن صفوان وكفروا الجعد ابن درهم، كفار عديل تعيينا كده كفار. حتى قتل الجعد ابن درهم خالد ابن عبد الله القسري أحد أمراء بني أمية، قتله في عيد من أعياد الأضحية. فخطب خالد ابن عبد الله القسري خطبة الأضحى فقال في ختامها: أيها الناس ضحوا ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فنزل وذبحه في المصلى، ففرح أهل السنة فرحا عظيما بقتل الجعد بن درهم. قال خالد بن عبد الله القسري قال: فإن الجعد يقول إن الله لم، ولا أن الله، إن الله وأن الله، يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. والي ضبح ليك انتهى من الموضوع. وفرح أهل السنة كما نقل السلف في كتبهم فرحا عظيما بقتله. ودائما موت أهل البدع والبلايا التي تقع على أهل البدع تفرح صاحب السنة. أما صاحب البدع أو صاحب الحزبية كن زعلان إذا في مبتدع زيه عطته بعوضة صيد القزحلان، لأنه هو سجمان زي واحد يزعل له. طيب، والقسم الثاني وهم المشبهة والممثلة. ومن أعظم رؤساء المشبهة هو مقاتل ابن سليمان البلخي، مقاتل ابن سليمان البلخي. مقاتل هذا من أعظم رؤساء المشبهة. قال علماء: كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. فأهل التشبيه المشبهة وأهل التعطيل المعطلة ما عطلوا إلا لأنهم شبهوا. شبهوا ماذا؟ شبهوا صفات الله عز وجل وصفات الخالق بالمخلوق، شبهوها أولا. فلما شبهوها، وهذا باطل عظيم، أدى بهم هذا الأمر إلى التعطيل وإلى التحريف. فلما قرأوا قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني، إلى غيرها من النصوص الواضحة، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، إلى غيرها من نصوص الصفات للرب جل وعلا، قالوا: ما ممكن، الآية قالت يد لله. فقالوا: لو أثبتنا الآية دي معناته شبهنا الله بالمخلوق، الله عنده يد، المخلوق عنده يد، معناته يد الله تشبه يد المخلوق، إذن نعطل هذه الآية ومعنى هذه الآية. فما عطلوا الصفات إلا لأنهم شنو يا جماعة؟ شبهوا. أسي تلقى محمد المنتصر اللي زيرك ده صوفي، والآن عمل قناة براو سلموا عليه ودوا عليه، اسم الخضراء، وافتتح الآن شغال اسم الخضراء، أسأل الله أن يهدمها فوق رأسه. خلاص، فشغال أي كفر أبو لهب ما حصلوا هذا الرجل حصل وفات. الله الذي لا إله غيره، وأنا أعني ما أقول. خلاص، شغال شغل شديد. لما نجي للصفات، مثلا صفات الاستواء والعلو، يقول لك إذا قلنا ربنا في السماء معناته ربنا جوا السماء. براو بيقول كده، هو ما بده قال جوا، جوا دي من راسه وجوا هناك، ما بين احنا قلنا جوا، وحوريك فيه دي يعني شنو.
فقال لك إذا قلنا ربنا في السماء معناته جوا، والسماء مخلوقة، ما ممكن المخلوق يحيط بالخالق، إذن الله ما بالسماء، وبالله التوفيق. ده كله من راسه وبراه، ما في زول قال في السماء يعني جوا. أول حاجة في السماء دي، في السماء قال منه؟ من الذي قالها؟ قال تعالى أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ قال علماؤنا شيخ بن باز، شيخ ربيع وغيرهم، قالوا في هنا بمعنيين، إما أن تكون في بمعنى الظرفية، بمعنى الظرفية. وإذا قلنا في هنا في هذه الآية بمعنى الظرفية، فالسماء ليست هي السماء هذه، وإنما يقصد بها العلو. يقصد بها شنو يا جماعة؟ العلو. يبقى ما في السماء جوا السماء المخلوقة، في السماء يعني في العلو. عرفت الفهم شنو؟ وإما في بمعنى على، ومنو قال في ممكن تكون بمعنى على أو على بمعنى إلى؟ منو قال؟ لغة حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، دي قاعدة لغوية معروفة. ده واحد. في القرآن ربنا قال عن فرعون، قال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني بدخلهم جوا يعني، ولا ربطهم عليها كده من برا. يبقى فيه هنا بمعنى على. فامشوا في مناكبها لطلب الرزق، يعني هل بتخش جوا؟ تدوخش براسك، تدوخ براسك جوا، ولا تمشي فوق على الارض زي ما انت قاعد على الارض الان. ففيه هنا بمعنى شنو يا جماعه؟ على. ففي اصلا حروف الجر في اللغه ينوب بعضها عن بعض، وفي تاتي في القران احيانا بمعنى شنو يا جماعه؟ بمعنى على. وأدلة كثيرة جدا، فسيحوا في الأرض، أدلة كثيرة جدا من كتاب الله تدل على هذا الأمر. فالرجل ده الآن مشبه، بعد ذلك شنو؟ عطل. والصوفية الآن بجميع طرقهم اجتمع فيهم التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل، كله عنده، كله عنده. فهم أسوأ أهل البدع، أسوأها للبدع، أسوأ من الجهمية الزمان ديك يعني، لأنهم ديك ذاتهم جهمية الصوفية الآن، وأسوأ من الأشاعرة والماتريدية، أسوأ من كل أهل البدع الصوفية الموجودين الليلة، لأنه جمعوا منهج الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل المناهج الباطلة جمعوها عندهم، إضافة إلى منهج النصارى ومنهج اليهود ومنهج البوذيين ومنهج النصارى ومنهج كل المناهج الباطلة والكفرية جمعوها عندهم كلها. وريني منهج أنا بوريك قاعد جوا منهج الصوفية، أي منهج في راسك باطل تلقى موجود في منهج الصوفية جوا. طيب، قال وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هنا نقطة مهمة، الأسماء والصفات لله عز وجل لا تثبت إلا بالقرآن والسنة، لا بالإجماع ولا بالقياس، إلا بالقرآن وشنو يا جماعة؟ وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. شكد الإمام البربهاري قال ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل، وين؟ في القرآن. اثنين، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يا قرآن يا سنة، كل الأسماء وكل الصفات لا تخرج إلا من القرآن وإلا من شنو يا جماعة؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية دي فيها نفي للمماثلة، ليس كمثله، نفي للمثلية، ليس كمثله شيء. عشان كده قاعدة يذكرها علماؤنا، وهي كل ما خطر ببالك، قاعدة في الأسماء والصفات، كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك، ودائما بكررها الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك.
أي حاجة تصورها في صفات الله عز وجل إنك تحاول تشوف بتشبه شنو أو تشبه من أو أحد من المخلوقات فليس كذلك، لأن الله فوق ذلك. عشان كده ربنا قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بإثبات إثبات. وهذه الآية فيها رد على الجهمية وعلى الأشاعرة وعلى غيرهم، وفيها رد على الصوفية الآن بجميع طرقه، لأنه بقول لك أنت لو قلت الله بالسماء معنا شبهت الله، أو لو قلت الله عز وجل عنده يد معنا شبهت الله، وربنا قال ليس كمثله شيء، أنت ترد عليه وقول له ربنا قال وهو السميع البصير. فنفى الله المثلية والمماثلة والمشابهة، وأثبت الله عز وجل لنفسه الصفات والأسماء، فقال وهو في نفس الآية قال وهو السميع البصير. فالآية معناها أن تنفي أن لله عز وجل شبيه أو مثال، ولكن يجب عليك أن تثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الله قال وهو السميع البصير. فلله عز وجل سمع وبصر، ولكن ليس كسمع المخلوقات وليس كبصر المخلوقات. وين هنا المماثلة والمشابهة؟ بيقولوا لنا أنتم مشبهة وأنتم ممثلة، كيف؟ كيف؟ الآن أنت لو قلت أنت عندك يد محمد ود أحمد، عندك يد، وكذلك للشات أو لي نقول شنو؟ ها؟ للباب يد، الباب ده عنده يد، هل كون أثبت لك يد وللباب يد هذا يعني أني شابهت بين يدك وبين الباب؟ لم أشابه إلا بالاسم، ولكن ما شابهت في حقيقة شنو يا جماعة؟ المسمى. فكذلك الصفات لله عز وجل، ولله المثل الأعلى، إثباتك للصفة التي جاءت في القرآن والسنة كما أمرها السلف، هذا لا يعني أنك شابهت بين صفات الخالق وصفاتنا جماعة المخلوق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نقف لحد هنا. نعم. سؤال؟ نعم. أحسن الله إليكم. توجيه من أحد الإخوان يقول يا شيخ ما نصيحتكم لمن يثيرون الجدال والخصومة للإخوان من بعضهم على مواقع التواصل والتي تصل في بعضها للسب والشد جزاكم الله خير؟ إذا وجدت باطل لأحد من الناس في مواقع التواصل في فيسبوك في واتساب برا بالشارع، وأنت عندك علم في الرد على هذا الباطل، فيجب عليك أن ترد على هذا الباطل على أي أحد كائنا من كان، هذه مسألة نثبتها. ولكن إذا كان ليس هناك باطل وإنما جدال في أمور لا تساوي شيئا ولا يجوز فيها الجدال، فهذا هو الحرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، إلى غيرها من النصوص والأدلة. ولكن إذا كان لأحد الخلق كائنا من كان باطل نشر بين الناس، فمن كان عنده علم في الرد على هذا الباطل فيجب عليه أن يرد على هذا الباطل، وإلا سيسأل الله عز وجل عن سكوته عن الباطل وكتمانه للحق. أما جدال بين الإخوان في مسائل لا تساوي شيئا وليست هي من الباطل وإنما هو غلاط ومراء، فهذا هو الباطل. نعم. لا ما يجوز. ما يجوز يا جماعة زول يقول لزول إنه فلان ده أنا عارف إنه، حسب ما جاب السؤال يعني، عارف إنه ربنا ما بيغفر له،
أو ربنا ما بيرحم، هذا لا يجوز أصلا. والحديث صحيح مسلم لما قال الأخ لأخيه والله لن يغفر الله لك، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألأ علي ألا أغفر لفلان غفرت له وأحبطت عملك. حتى لو كان ميت أنت ما بتجزي من المبتدع المادة إنه ربنا الآن ما غفر له أو هو الآن في النار أو هو الآن في الجنة، وأنت ده ما عليك أصلا وليس منهج السنة أن تجزم بذلك. لكن أنت تقول إنه قوله ده شرك أو هو لو ذاته انطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع وأتى بكفر يخرج من الملة ممكن تقول ده كافر عديد، لكن بعد ذلك أنت ما تشهد بجنة أو نار أو بعدم مغفرة له، لأن هذا منهج أهل السنة والجماعة كما نقل ذلك الإمام الطحاوي وكما أفتى بذلك الشيخ العثيمين والشيخ بن باز والشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. فتاوى موجود الآن بأصوات موجود. لا، حديث الروح تخرج على أنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ده ما بتشمه أنت، لكن عشان تحكم عليه أنه هو من أهل النار في زول شم حاجة زي ده ما بتشمه أنت أصلا. سأل يقول ما حال الزميل أبو حفص؟ ده أصلا هو من الشمالية من جهة دنقلة ميم وما حولها، وشغال ينشر دعوته هو في بورسودان، وبيجيبوا هنا برضو جمعية الكتاب والسنة وكذلك جماعة أنصار السنة وغيرهم. وهذا الرجل رجل حزبي لأنه أصلاً مع هذه الجماعات وهذه الجمعيات الحزبية أنصار السنة وجمعية الكتاب والسنة. وقد علمتم حال أنصار السنة الآن، جزء منهم شغال مع التكفيرين والسرورية هو جناح الإصلاح، ورضي بهم ورضي بجميع أهل البدع. يا أبو عصام أحمد البشير في الساحة الخضراء جابوه ولا ما جابوه؟ جابوه، وجابوه تاني في قاعة الصدارة، وجابوا عبد الحي يوسف في قاعة الصدارة، وجابوا لمين الحاج الذي يحمل المنهج التكفيري في قاعة الصدارة، وجابوا الحلبي رأس البدعة على وجه الأرض عبد الحي يوسف. وتاني الليلة هسه قالوا عاملين إعلان جايبين محمد زين يعقوب تاني جايبين الإعلان نزلوا، شايف أنا قريته قبل، جايبينه تاني بعد ما علموا إنه زول مبتدع وشافوه طالع فوق المظاهرات، وربنا وراهم بعينهم طالع في المظاهرات فوق السهريج فوق ولا تعد زاد. ها؟ هاي قال مبتدع وبنجيبه. فأي زول يعتقد العقيدة دي ده مبتدع هو ذاته، وجابوا ديل وعارفين حاله ديل هم ذاته مبتدعة. فأبو حفص ده شغال مع ديل وشغال مع ناس ديل والمركز والجمعية الكتاب والسنة، ديك برضو شغالين مع جمعية دار البر، دي جمعية حزبية إخوانية أصلا هي الداعمة لكلية جبر الآن، وأنا عندي صور من جوا الكلية إنه هي البانية الكلية، والآن التوسعة الجديدة القاعات الجديدة برضو بتبنيها جمعية دار البر، ودار البنات العملوا دي كلية البنات برضو جمعية دار البر عن طريق مرة وقالوا محسن حسب ما زعموا. المهم ده الحاصل، فالنازل ده شغله، والجمعية أصلا تحتضن وتحتضن العدسي وما أعرف ليك مين أبو القاسم البشرة حسام مين داك عرفته، وده كلهم ناس حلبيين وناس مبتدعة وناس الآن بيجيبوا أهل البدع ويصنعوا على أهل البدع بعد علمهم أن هؤلاء أهل بدع، يعني بدع أكثر من كده كيف أنت داير يعني؟ ده الحاصل اللي ويصنعوا على الناس اللي بيجوزوا الخروج على الحكام، يصنعوا على الناس اللي بيكفروا الحكام، يصنع على الناس اللي بيعترضوا على حديث الرسول في منع الخروج على الحكام. دي أمثلة بسيطة ليست للحصر. ده لفي معاهم أبو حفص دورة شرح شنو جاري معاهم، شرح شنو جاري معاهم. ليه كسل؟ مشى لأنصار السنة المركز العام هسع قبل أسبوعين 15 أو 20 بالضبط، كان عنده دورة باسم المركز العام لأنصار السنة، والمركز العام قاعد يكرمونه شيخ الطريقة السمانية، ودى الصايم ديمة خلاص، ونزل نسوان مرشحات في الانتخابات، نسوان بلغيس خلاص منزلينها في الانتخابات،
وفازت ضمن قائمة المؤتمر الوطني. انت داير بدعة اكبر من كده شنو يعني؟ ده لافي معاهم ابو حفصة ده ومشى هناك في بورسودان. احنا مشينا ردينا عليه ومشينا لبورسودان عشان نرد عليه. مشى اصلا لوصول ومحمد حسين يعقوب والحلبي وغيره. مشينا ردينا على بطه ده كله اللي اسمه ابو حفصة. ما يقول وشك ساكت يشرك لك بالواسطية يعمل لك شرك. يقول لك انا اشرح الواسطية ده شرك. ده يشرك لك بالواسطية احنا ما عندنا فيها كلام. ده كتاب لابن تيمية. وابن تيمية كان من اشد الناس على اهل البدع. وما ألف الكتاب ده أصلاً إلا رداً على أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والناس الأنكروا وعطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى. الآن اللي أنت ماشي معاهم بتشرح لهم الواسطية ديل هم بيكرموا الجهمية والأشاعرة والماتريدية الصوفية. صح ولا ما صح؟ إذا أنت ما عملت حاجة أنت كذاب ومنافق ودجال بتغش الناس. ولا عن النفاق الأكبر لكن يجوز أن تطلق لتغير حالي كما أطلق عمر بن الخطاب وبينها ابن حجر في فتح الباري. إذا زول بيبطن خلاف ما يوصل مش النفاق الكفري. هذين الناس بينافقوا وبيغيروا دين الله عز وجل باسم السلفية وباسم الكتب المنهجية. خدعوا الناس وغشوا الناس يا جماعة. ما تتابع أبو حفصي ولا مزمل ولا غيره. تابع الكتاب والسنة. تابع لك زول أصلا قرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة والسلف الصالح. كل الجماعات فشلت. كل الجمعيات فشلت. كل المنظمات كلها فشلت. سبيل الرشاد، سبل السلام، إنسان، منظمة بنان، منظمة جنورين، كله فشل. ما تتابع الناس والله الذي لا إله غيره. وفي ناس بيعاندوا عاند بطريقتك. أنا عملت العلي أمشي أبقى مع منظمة سقوق تكرم شيخ الطريقة السمانية مع شوية عصر كرعينه. أنا ما عندي بك شغلة. أنا قلت لك الشغل ده حرام والناس اللي بيبقوك في وقعوك في بدع وبيبقوك في نهاية الأمر إن باريتهم مبتدئ. انت بطريقتك وريتك ادله بعض الادله. تكلمنا بالكلام ده مليون مره وبوثائق وادله والنت ده ملان وثائق رفعناه. خلاص احنا فاضل عندنا نبين لك ثاني. انت بطريقتك. اخر سؤال سائل يقول ما حكم اطلاق بعض الاخوان في الحلقات لفظ الصوفيه مشركين او كفار الاخوان على بعض الاخوان على العموم هكذا ما صح يا جماعه زول يقولوا صوفيه مشركون هكذا. ده تعيين لجميع الصوفيه والتعيين ما الا يكون واحد. في ناس بيفهموا التعيين يكون بالفرده. في تعيين بالجمله برضه. والتعيين بالفرده او بالجمله بغير ضابط شرعي وبغير دليل شرعي باطل. فما تعيين. قول المنهج بتاعه منهج شركي وقول كذا وقول فلان منهم قال كذا. وانصح برضه اخواننا في الدعوه برضه في الحلقات انه شنو يا جماعه الزول اول حاجه تبين له وتفصل له. يعني العام اللي بيجي يجيب شاير كيس طماطم ده قد يكون ما سمع قبل كده توحيد مين الله خلق. فانت تبين له واحده واحده تجيب له ده كتاب البرع ده الصفحه 100 وكده قال غير الله بيخلق مثلا. تحكي له القصه اللي حكاها البرعي او بيت الشعر اللي الفه البرع من راسه تحكي له وده قاله البرع تقرا له وده الكتاب وده شفته اي شفته. يلا ربنا قال في الكلام ده كذا كذا انه ده كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيقول كده كافر. العامي بيفهم معه اذا هو ده يفهم ان اراد الفهم. زول معاند كورك بعد ما فيهم ده ما عندك بوشه خليه كورك كفر. لكن انت تعمل اللي عليك بالصوره الصحيحه. لكن ما تمسك المايك من قول التيت تقول له طبعا البرعي سفيه عندك راي قوم على حيلك. لا ما كده ما كده. انت وريه لانه ده كلامه. بعدك تعرض كلام البرعي المكاشفي التجانية القادرية الختمية الأخوان المسلمين غيرهم تعرض كلامهم على القرآن والسنة تذكر لي آيات. العام ده قال تعالى كذا ما هو مسلم قال تعالى كذا. العام ده قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ده رواه مسلم ده عند أبي داود في السنن صححه الألباني صححه ابن حجر بحيث أنك عندك علمية وانك انت ما قدر تنتصر لنفسك. انت تنتصر للكتاب وشنو يا جماعه والسنه. لكن لما تدي النتيجه النهائيه من قول التيت زي الزول ده سلفي معاك ما سلفي ده ده ما فاهم الحاصل اصلا وده ما ركب ذاته عشان يصل اول محطه. انت تجيبه له من اخر محطه رقم 80 ما بيفهم معاك. فهم الحاصل وريه والله قال الرسول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحته دي والكلام ده كفر كلام ده شرك ده ما كلام ده كلام الله ده كلام الله قال كده.
ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ها كلامنا يا جماعة، وده كلام البرعي، ده كلام فلان كده، لازم يكون كده لازم. لكن انت تجي تمسك الناي تقول له البرعي سفيه، دول يرفع عينه، ما ده مصارع، ما دعوة، فوريه فهم معاك هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.